قارن حطيتي صور كذلك للقفطان الجزائري. ايه كان جدا مميز. تصميم من تصميم ام دار نيروز، نيروز. دار نيروز نوجه لها تحية. والله كانت بالصدفة، يعني هي جابته ما كنتش عاملة الحساب، حتى جابته ولبسته قلب الدنيا. ما كانش اي صحفي، ما كانش اي صحفي عربي ما كتبش سهيلة ترتدي قفطان الجزائري، هذا كذلك للترويج للباس التقليدي. اللباس التقليدي الجزائري. إذا سعره لـ 50 مليون سنتيم، وهناك من يتنقل خصيصا أو يغادر البلاد ليقتني قفطان مغربي، بينما هنا في الجزائر هناك العديد من الأزياء التقليدية التي تقدميها. إن شاء الله احنا عندنا خوتنا المغاربة يديروا لو موا دو كارتون، حنا ذات ماذا بينا دو لو موا دو كارتون، احنا لازم لنا عام باسكو هما. بل المغرب نشوف عندنا القفطان أو التكشيطة، القفطان هو حتة واحدة بس، التكشيطة حتتين. لا ما مش موجود عندنا في الجزائر، حتى في الاجزاء الامازيغيه برضه ما فيش. لا لا، ممكن المراه الجزائريه بتاخد من تلبس الزي المغربي كما بتلبس بره، بس مش تبعنا يعني، مش من تقاليدنا. مي حنا لو مونك، حنا ما نروجوش لا توني تاعنا، اون با اون با كيما تشوف المغاربه عندهم لو مو دو طون، حنا اون با سا. حنا صغار باش كديري هكذا ان ديفيلي، دي فوا نشوفهم يديروا دي ديفيلي افيك دي كافتون. كو بون لو كافتون سي تاع لو نورد دو لافريك، ماشي ديالنا، ماشي ديالنا، ماشي ديالنا. تونس ماروك كاع تاعنا، مي عندنا حنا 18 تونو، ما عندناش غير اون تونو. دونك انا ماذا بيا يديروا نيلي، يديروا شاوي، يديروا الفوتوشيا كاع لي سيكتور، سي 48 ولايه. تقولي انتم ثاني جيراننا والمغاربه قدروا يسوقوا للقفطان، احنا ما قدرناش نسوقوا للقويط والكراكو، وهما قدروا يسوقوا للقفطان اللي عرف انتشار كبير. روتوشات يعني كما نقولوا بعض الروتوشات، امنا يعني جبنا واحد الالبسه من الخارج كما فستان سوري، كما يعني القفطان المغربي، ولات عندنا واحد كوكتيل كبير هنا في زنيقه العرايس، هذه معروفه باسم من الخارج كما فستان سوري، كما يعني القفطان المغربي. شرام عمر عمر شحاطه العاصمه.